قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهد. أهلا زي العام الخالص لوجهك الكريم وتقبله مني. طلبة وطلبات الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم ومراجعة نهائية قبل الامتحان في مادة التربية الدينية الدين الإسلامي الترم الأول. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب والاشتراك بها وتعمل لايك للفيديو وتشاهده للأصدقاء والفيسبوك. أنا عايز منك طلب اللي هو إيه بقى دلوقتي إن أنت تشاهد الفيديو حتى النهاية وإن شاء الله هتستفيد منه كتير. يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله. السؤال الأولاني بيقول لي إيه بقى دلوقتي؟ بيقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الإيه الخاطئة في كل مات. بيقول لي أول حاجة نكبر لصلاة العيدين ثلاثة أيام متتالية، طبعا العبارة دي خاطئة. بالنسبة للعيد الصغير خلاص بنكبر أول يوم العيد، أما بالنسبة للعيد الكبير فيكون إيه 4 أيام، يبقى في العيد الكبير 4 أيام بنكبر فيهم. طيب خطبة الجمعة بعد الصلاة وخطبة العيد بقى قبل الصلاة، يبقى خطبة الجمعة بعد الصلاة وخطبة العيد قبل الصلاة، طب العبارة دي ايه؟ عبارة خاطئة. كويس، العبارة دي ايه؟ خطأ، لان خطبة الجمعة بتكون قبل الصلاة وخطبة العيد بعد الايه؟ بعد الصلاة. طيب هنا السؤال بعد كده بيقول لي صلاة الجمعة بأذان وإقامة، صلاة الجمعة بتكون بأذان وإقامة، العبارة صحيحة، العبارة دي عبارة ايه؟ صحيحة. السؤال بعد كده بيقول لي أكذب أحيانا حتى لو أعاقب، هل العبارة صحيحة؟ طبعا العبارة دي خاطئة، طبعا الكذب مرفوض تماما. خلاص طيب خمسة بيقول لي استأذن عندما أدخل بيت زميلي، استأذن عندما أدخل بيت زميلي، العبارة دي ايه؟ عبارة طبعا صحيحة، طبعا لازم نستأذن قبل ما ندخل بيت ايه؟ زميلي أو صديقي. طب رقم ستة بيقول لي أساعد من يطلب مساعدتي، أساعد من يطلب مساعدتي، طبعا لا أكيد لازم لو حد طلب مني مساعدة لازم إيه أساعده. رقم سبعة استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حرب المشركين، العبارة طبعا عبارة صحيحة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيستشير أصحابه في كل الأمور. طيب ثمانية صاحب الرأي في مكان موقعات بدر هو الحباب ابن منذر، المين؟ الحباب ابن منذر، طبعا عبارة إيه؟ عبارة صحيحة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي لم يوافق الصحابة على حرب مشركي قريش، طبعا العبارة خاطئة، الصحابة كانوا موافقين على ايه؟ موافقين على ايه؟ محاربة ايه؟ مشركي قريش. ايه؟ ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة، علامة خطأ امام العبارة الخاطئة. العبارة بتقول غزوة بدر كانت سنة 4 هجرية، غزوة بدر كانت سنة 4 هجرية، طبعا العبارة خطأ، طبعا هي كانت سنة كام؟ سنة 2 من الايه؟ من الهجرة، يبقى غزوة بدر كانت سنة 2 من الايه؟ من الهجرة. طب سؤال بعد كده بيقول عدد قتلى المشركين في غزوة بدر 70 قتيلا، عدد قتلى المشركين في غزوة بدر كان 70 قتيلا، عبارة ايه؟ صحيحة. كان عدد شهداء المسلمين 17 شهيدا، العبارة ديت خطأ. رقم 13 لا تصلح صلاة الجمعة بغير الخطبة، لا تصلح صلاة الجمعة بغير الايه؟ الخطبة، العبارة دي عبارة ايه؟ عبارة صحيحة. رقم 14 بيقول لي ايه؟ تلميذ يصيح ويرفع صوته عليا عندما يناقشه زملائه، يا ترى هذا السلوك كويس ولا لا؟ طبعا السلوك ده خطأ، يبقى ايه؟ العبارة ديت ايه؟ يبقى العبارة ديت عبارة خاطئة، ما ينفعش ان الطالب يصيح ولا ينفعل لما يناقشه زملائه، ولكن يكون بالايه؟ بالحسنى و يعني يكونوا مع بعض ايه؟ بالراحة كده ويتكلموا بالراحة مع بعض. 15 التكبير في عيد الفطر يبدأ من غروب الشمس آخر يوم في من رمضان، العبارة دي طبعا عبارة ايه؟ عبارة ايه؟ صحيحة. رقم 16 بيقول لي صلاة الجمعة لا تصلح إلا في جماعة، صلاة الجمعة لا تصلح إلا في جماعة، طبعا العبارة عبارة ايه؟ عبارة ايه؟ صحيحة. رقم 17 بيقول لي ايه؟ الكلمة الطيبة تفيد الناس وتعمل على إسعاد المجتمع، وتعمل على إسعاد الايه؟ المجتمع، طبعا العبارة عبارة ايه؟ صحيحة. هنا رقم 18 صلاة الجمعة بأذان وإقامة، بأذان وايه؟ وإقامة، طبعا العبارة عبارة ايه؟ صحيحة، العبارة هنا عبارة ايه؟ صحيحة. طب هنا سؤال بعد كده بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس، وقعت غزوة بدر في سنة 4 هجرية 2 هجرية
خمسة هجرية. طبعا معروف ان غزوة بدر وقعت في السنة الثانية للايه؟ للهجرة، يبقى 2 هجرية. وقعت غزوة بدر في يوم كام؟ 18 ولا 17 ولا 19 من شهر رمضان؟ طبعا وقعت غزوة بدر في يوم ايه؟ 17 من شهر مين؟ رمضان. نشأ سيدنا إبراهيم عليه السلام في قوم يعبدون الأصنام، الله الواحد، الملائكة. يبقى نشأ سيدنا إبراهيم عليه السلام في قوم يعبدون الأصنام، يبقى كانوا بيعبدوا الإيه؟ الأصنام. طب رقم 4 بيقول لي رأيت إنسانا لا يصلي، تلعب معه، تنصحه في رفق، تتركه؟ طبعا ننصحه إيه؟ برفق. أي ماشي، يبقى هنا لما نلاقي إنسان ما بيصليش ننصحه بإيه؟ برفق. نزلت سورة النبأ في المدينة ولا الطائف ولا مكة؟ يبقى سورة النبأ نزلت في مكة. طيب ولد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مدينة بغداد ولا بابل ولا دمشق؟ طبعا في مدينة بابل. يبقى سيدنا إبراهيم ولد في مدينة مين؟ مدينة بابل. الأصنام التي عبدها قوم إبراهيم هي الأصنام التي عبدها قوم سيدنا إبراهيم هي مين؟ النجوم ولا التماثيل ولا النار؟ طبعا كانوا بيعبدوا الإيه؟ التماثيل. قولي أملأ الفراغات بما يناسبها. الأصنام لا تضر ولا إيه؟ ولا تنفع. يبقى الأصنام لا تضر ولا تنفع، ولا تسمع ولا إيه؟ ولا تبصر. كويس. عبد قوم إبراهيم عليه السلام الأصنام لأنهم إيه؟ وجدوا آباءهم يعبدونها، لأنهم وجدوا آباءهم يعبدون الأصنام. الشمس لا يستحق أن يعبدها الناس لأنها إيه دلوقتي؟ لأنها تغيب وتظهر. يبقى الشمس بيحصل لها إيه؟ بتغيب وتظهر، فمن أولى أن الإنسان ما يعبدش الشمس. خرج سيدنا إبراهيم عليه السلام من منين لفين؟ من بابل إلى فلسطين. يبقى سيدنا إبراهيم خرج من بابل، خلاص، يبقى بدأ من إيه؟ من بابل إلى فين؟ إلى فلسطين. إلى إيه؟ فلسطين. طيب هنا بيقول لي رقم 5، القرآن يدعونا إلى النظر في إيه بقى دلوقتي؟ في هنا إلى النظر في الإيه؟ الكون. طيب والتدبر في ملكوت الله سبحانه وتعالى، ملكوت مين؟ الله سبحانه وتعالى. طاعة الله مقدمة على طاعة نقط، يبقى طاعة الله مقدمة على، نقوله مع بعض كده، نقوله إيه؟ طاعة الله مقدمة على طاعة غيره، يبقى طاعة الله سبحانه وتعالى إيه؟ مقدمة على طاعة غيره من الإيه؟ من العالمين. هنا بيقول إيه؟ عيد الفطر بعد شهر مين؟ أيوه، بعد شهر رمضان. يبقى بعد شهر رمضان بيجي عيد الإيه؟ الفطر. وعيد الأضحى في الإيه؟ في اليوم نقط من ذي نقط، يبقى نقوله وعيد الفطر او العيد الاضحى في يوم العاشر، في يوم الايه؟ العاشر من ذي الحجه، يبقى في اليوم العاشر من ايه؟ من ذي الحجه. طيب السؤال بعد كده بيقول لي ان الله نقط اذا عمل نقط عملا ان، يبقى ان الله نقوله مع بعض كده إيه؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يبقى الإجابة إيه بقى دلوقتي؟ بنقوله إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا عملا أن يتقنه، أن إيه؟ يتقنه. السؤال بعد كده بيقول أجب عن ما يأتي من آداب العيد، إيه بقى من آداب العيد؟ تعالوا نشوف بقى الحاجات اللي بتكون من آداب العيد. أول حاجة تقليم الأظافر، الاغتسال، لبس أحسن الثياب، التطيب، التكبير، ماشي، الذهاب إلى المصلى، المشي في هدوء واعتدال، ترك البيع والشراء. يبقى دي كلها من آداب الإيه؟ العيد. طب تعالى بيقول لي ما الفرق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة؟ عايز تجيب الفرق ما بين صلاة العيد وصلاة الإيه؟ الجمعة. تعالى بقى نقوله مع بعض، نعمل مقارنة. المقارنة هنقول صلاة الجمعة وبعد كده صلاة مين؟ العيد. أول حاجة وقتها، تعالى نشوف الوقت بتاعها. بنقول هنا مع بعض، لا، صلاة الجمعة وقتها مين؟ وقتها صلاة الظهر، يعني في وقت صلاة الإيه؟ الظهر، ولها أذان ولها إقامة. طيب صلاة العيد وقتها إمتى بقى؟ بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس بغير إذا أذان ولا إقامة، بغير أذان ولا إيه؟ إقامة، ده وقتها. طب الخطبة هنا بنقوله بالنسبة لصلاة الجمعة بتكون الخطبة قبل الصلاة، أما خطبة العيد
فايه فتكون بعد الايه بعد الصلاة. طيب التكبير في صلاة الجمعة ركعتان ولكل ركعة تكبيرة واحدة، أما في صلاة العيد بيكون ركعتان، في الأولى تكبر 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام من الإيه من السجود. صلاة الجمعة فرض على كل مسلم، صلاة العيد سنة مؤكدة، سنة مالها مؤكدة. طيب تحية المسجد هنا بنقوله في صلاة الجمعة ركعتان تحية المسجد، في صلاة العيد لا نصلي تحية للإيه للمسجد. يبقى دي كان الفرق ما بين أو المقارنة بين صلاة الجمعة وصلاة الإيه صلاة العيد، ما بين حال المسلمين والمشركين في غزوة بدر، حال المسلمين والمشركين في غزوة مين بدر. تعالوا نقول بواجه المقارنة المسلمين والمشركين. أول حاجة تعالى الفرسان، طبعا عددهم في مع المسلمين كان أقل من إيه من 2، أما المشركين كان عددهم أكثر من 100 إيه من 100 فارس. طيب تعالى بقى الجنود، عددهم في مع المسلمين كان كام؟ 313، 300 وكام و13، والجنود مع المشركين عددهم كام؟ 950 جندي. طب تعالوا نقول بقى الشهداء او القتلى في غزو، بالنسبه للمسلمين كان عدد الشهداء 14، اما عدد القتلى من المشركين كانوا 70 ايه كان 70 قتيلا. تعالوا نشوف الاسرى، نشوف عدد المسلمين المأسورين في غزوة بدر هنلاقي لا يوجد، اما عدد الاسرى في غزوة بدر بالنسبه للمشركين كان 70 ايه 70 اسيرا. طيب أسماء الشهداء أو القتلى، طب من ضمن الشهداء كان عمير بن إيه ابن الحمام، طبعا هم حوالي كام احنا قلنا عددهم 14، أما القتلى من المشركين كان من أمية ابن خلف وعقبة بن أبي معيط النضر بن الإيه النضر بن الحارث وإيه وأبو جهل. تعال بقى نعمل مقارنة بين حاجتين كمان، بيقول لي قارن ما بين الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، اعمل مقارنة بين الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. تعالوا نشوف مع بعض الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، واجه المقارنة المقصود بها، يعني ايه كلمة الكلمة الطيبة ويعني ايه الكلمة الخبيثة، نقوله مع بعض. الكلمة الطيبة هي القول الحسن تدل الى الخير وتنهي عن الشر، الكلمة الطيبة يحث على الفضيلة وينفر من الرذيلة، يبقى كل القول الحسن والطيب والكلمة الطيبة بتحث على الفضيلة وتنفر من الرذيلة. طيب الكلمة الخبيثة هي تدعو إلى الشر والفساد، تؤذي الناس وتبعدهم عن طاعة مين؟ عن طاعة الله، ده بالنسبة لمعناها. طب أمثلتها زي إيه بقى؟ زي الكلمة الطيبة هي الصلح بين المتخاصمين، ده زيها، زي إيه كمان؟ الدعوة لإتقان العمل، النهي عن الغش، كل ديت إيه؟ علامات أو أمثلة على الكلمة الطيبة. طب الكلمة الخبيثة زي إيه الكلمة الخبيثة؟ زي الكذب، الغيبة، النميمة، وشتم الناس. طب تعالوا نشوفوا تشبيهها وتأثيرها. هنا الكلمة الطيبة بمثلة بإيه؟ بمثل الشجرة الطيبة، تأثيرها تفيد الناس، تصلح أحوالهم، تسعد المجتمع، ويتقدم بها الإيه؟ الوطن. طيب هنا بنقوله بالنسبة للإيه؟ تشبيه الكلمة الخبيثة، بنشبه الكلمة الخبيثة بإيه؟ بالشجرة الخبيثة، تأثيرها لها أثر سيء في على المجتمع ونشر الفساد، تؤذي مشاعر الآخرين، تؤدي إلى تأخر المجتمع وانهياره. السؤال بيقول لي إيه؟ أجب عما يأتي، لماذا يدعو الإسلام لإتقان العمل؟ ليه الإسلام بيدعو إلى إتقان العمل؟ حتى يسعد الفرد وينهض الإيه المجتمع. طيب برضو بيقول لي السؤال الثاني، دعا القرآن الكريم إلى إتقان العمل، استشهد على ذلك بآية قرآنية وحديث شريف. تعالوا نشوف مع بعض، يقول الله سبحانه وتعالى وقولوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين إلى آخر الآية. في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يبقى ده الحديث، دي الآية ودي الإيه الحديث. طيب هنا بيقول لي بما شبهت الآيات الكلمة الخبيثة والكلمة الطيبة ومثل لكليهما. هنا بنقول الكلمة الخبيثة مثلها كالشجرة الخبيثة، يبقى الكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة مثل الكذب والغيبة والنميمة. الكلمة الطيبة زي إيه؟ زي الشجرة الطيبة، مثل الصلح بين المتخاصمين، الدعوة إلى إتقان الإيه العمل.
طيب سؤال بعد كده بيقول لي ما أثر الكلمة الخبيثة في المجتمع؟ أثر الكلمة الخبيثة في المجتمع أثرها إيه؟ تساعد على نشر الفساد، تؤذي مشاعر الآخرين، تؤدي إلى تأخر المجتمع وإيه؟ وانهياره. يبقى دي الكلمة الإيه؟ الخبيثة وتأثيرها في الإيه؟ في المجتمع. السؤال برضو أجمع ما يأتي، ما أثر الكلمة الطيبة في ما أثر الكلمة الطيبة؟ هنا بنقوله تعمل إيه؟ تعمل على إسعاد المجتمع، تسهم في زيادة الإنتاج وتقدم الإيه؟ الوطن. سؤال بعد كده بيقول لي أجب برضو عما يأتي، ما سبب غزوة بدر؟ ما سبب غزوة بدر؟ يبقى هنا بنقوله سبب غزوة بدر هو تعذيب المشركين المسلمين، رد الظلم والعدوان، طبعا إيه الاعتداء على حرمات المسلمين بسبب إن إيه تم الاعتداء على حرمات المسلمين، وبرضه بسبب سلب أموال وديار المسلمين. يبقى سلبهم اللي هم المشركين لأموال وديار الإيه وديار الإيه المسلمين. طيب سؤال بعد كده بيقول لي متى وقعت غزوة بدر؟ متى وقعت غزوة بدر؟ نقول له فين؟ في اليوم 17 من رمضان سنة 2 هجرية. ده وقوع غزوة مين؟ غزوة بدر. ماذا تعلمت من غزوة بدر؟ ماذا تعلمت من غزوة بدر؟ تعلمنا بقى، تعالوا نقوله مع بعض. أول حاجة التضحية بالمال والنفس مشورة أهل الخبرة والرأي، التمسك بالصبر عند الشدة، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. برضو السؤال أجب عما يأتي، ماذا كان رأي كبار الصحابة حين استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم في حرب المشركين؟ ماذا كان رأيهم؟ أيدوا الرسول صلى الله عليه وسلم في قتال مين؟ في قتال المشركين. طيب السؤال بعد كده، من هو الصحابي الذي اختار مكان غزوة بدر؟ من هو الصحابي الذي اختار مكان غزوة بدر؟ مين؟ يبقى هو مين؟ هو الحباب ابن المنذر. الحباب ابن الايه؟ ابن المنذر. طيب بيقول اذكر آية قرآنية تدل على التشاور. اذكر آية قرآنية تدل على التشاور. قال الله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سؤال بعد كده بيقول لي وضح سبب إجلاء بني قينقاع. وضح سبب إجلاء بني إيه قينقاع. طبعا بسبب إيه بقى دلوقتي؟ مكر اليهود وخداعهم وعداوتهم، نقضهم للعهود مع المين؟ مع المسلمين، الاعتداء على حرمات المسلمين، حقدهم على المسلمين. يبقى ديت أسباب أدت إلى إجلاء بني قينقاع عن الإيه؟ عن المدينة. أذكر الفرق بين معاملة اليهود ومعاملة المسلمين. عايز الفرق ما بين معاملة اليهود ومعاملة الإيه؟ المسلمين. تعالوا نشوف مع بعض كده الفرق. معاملة اليهود أنهم خائنون ولم يرعوا حق الجار. معاملة المسلمين يحفظون العهود، يحسنون معاملة الجار، يتعاملون مع الديانات الأخرى بالحسنى. سؤال بعد كده بيقول لي ايه، ما موقف اليهود من المسلمين بعد انتصارهم في غزوه بدر؟ ما موقف اليهود من المسلمين بعد انتصارهم في غزوه بدر؟ كان موقفهم ايه؟ كشفوا عن حقدهم وعداوتهم للمسلمين. وفي نهايه هذه الحلقه اتمنى ان تنال اعجابكم، لا تنسوا الاشتراك في القناه وتعملوا لايك للفيديو وتشيروه للاصدقاء والفيسبوك، وانتظرونا ان شاء الله في حلقات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.